سلام البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد مع بعض. اليوم راح نشوفوا معلومات اللي تخص هذه الماده. هذه البنات، قبل ما نبداو الفيديو هذا ما تنساوش تخلوا لي لايك، تخلوا لي اشتراك ولا تعليق شباب كيما نتوما، وهكذا باش تشجعوني نكمل نعطيكم المزيد من المعلومات ولي موديل باترونات. المهم ندخلوا في لب الموضوع. أماتيغ هذه البنات حطيت لكم ديجا ان سونداج عليها في الفيسبوك وفي تيك توك، قلت لكم هذه واسمها والواش تستعملوها. بزاف البنات جاوبوني، شكرهم على التفاعل تاعهم، قالوا لي نقولوا لها لا غفلت، وقالوا لي انا بلي استعملوها في العطيف تاع الجبه سواغي. دونك صححت المعلومه فيما يخص فيسبوك وتيك توك، قلت بوكوا با منزيدش نحطها في اليوتيوب. البنات هذه ماشي لا غفلت، هذه بلا غفلت، هذه هي لا غفلت. هذه نستعملوها في الغيدو باش نوقفوا الغيدو ديالنا، هذه كاع لا غفلت. هذيك راح تلاحظوا هنايا بلي عندها نفس الشكل، بالك هذه ماشي عريضه، هذه عريضه وهذه ماشي عريضه، لكن هذه غفلت وهذه لو كران. وكخير البنات كامل عليكم بلي اللي ما فيه نستعملوه بزاف فيه لونين فقط في الاسواق، وما يعني لي ميرشيري هذا واش يجيب، ما يجيبوش الالوان الاخرى. هنا راح تشوفوا حجم الالوان اللي كاين. نتوما لازم تعودوا لا ميرشيري تاعكم انكم تطلبوا لهم حوايج اللي ماشي مضرين يجيبوهم، هما يخدموا نتوما تخدموا. دونك قولوا لهم فوالا انا شفت السلعه فلانيه كذا كذا، يعودوا يجيبوكم نتوما تعودوا تخدموا. يا البنات هنا راح نفهم لكم الفرق اللي كاين بين هذا لا ماتير وهذا لا ماتير. هنايا هذه ما تكسلش، هاك لي با اكستنسيبل، عندها اوكين سوبلاس، لي غاد. هذه نو، هذه شوفوا كيفاش لي اكستنسيبل ميم في العرفان، لي اكستنسيبل. هذا هو الفرق يا البنات اللي كاين بين هذه وهذه. هنا تعرفوا شكون هي لا غفلت وشكون هو لو كران. ميم كي تروحوا عند الحانوت كي تغلطوا وتقولوا له عطينا لا غفلت، هاك ديروا لها، باسكو كاين اللي يمد لك لا غفلت، كاين من قدامي كان راح يبيع لها صح لا غفلت يقول لها هذه تقدر دير بها سواغي، تاو نحبسوا نقولوا لا لا هذه صح واسمها لا غفلت، مي استعمال تاعها ماهوش للسواغي. و بورتو هذه الثمن تاع لا غفلت اغلى من هذه، الثمن تاع هذه اغلى من هذه، من هذه وهذه الثمن تاعها يغلى على حسب الحجم يعني السمك تاعها، الا كانت رقيقه ثمن ولا كانت عريضه ثمن، ولكن هذه ثمن تاعها اللي فيكس على حسب الحجم لانه حجم واحد. برك الاشكال اللي يختلف وشنو هو الاستعمال تاعها يا البنات. انا سقساوني بزاف قالوا لي وقتاش نستعملوها واش نستعملوها، باسكو كامل يعرفوها غير العطيف برك سيتو. انا نقول لكم ميم في العطيف يا البنات، ميم كي تروحوا ديروا لوغلي ماشي كامل لي زوغلي ولا كامل العطفات نديروا لهم هذه. علاه؟ لانه هذه مخصصه فقط كي تفصلوا اون بي يعني كلوش ولا دوبل كلوش ولا تريبل كلوش، المهم ليسونسيال يكون القماش مفصل اون بي. افترضوا اني هذا المربع اللي رسمته بيدي هكا هو طرف قماش منا متر ونص، دونك لا ليزيغ منا ومنا يعني اطراف القماش وين ما يتفزرش القماش، منا القماش مكوبي ومنا مكوبي هكا. هذا القماش هذا البود تيشو هذا اللي وريته لكم هذايا فيه ثلاث اتجاهات، كاين ليسونس شين ليسونس ترام ليسونس بي. هادو الاتجاهات هادوما عندهم كامل أهمية في الفصالة. لا حبيتو تعرفو وعلاش وسمهم هكذا وشنو هي الأهمية تاعهم عفوا، خلو لي تعليق، خلو لي الأسئلة تاعكم، خلو لي الانطباعات تاعكم. هكذا أنا نعطيكم معلومات اللي عندي وتشجعوني باش نزيد نكمل. المهم كي تكون لاعب مفصلة أون بي هنا وي نستعملو هاد لا ماتيغ هذه واللي هي واسمها لوكران، ولكن ماشي في كامل الحالات.
اذا كان تصلتوا لغوب دو سواري تاعكم اون كلوش ولكن تحت ماشي عرقه بزاف يعني درتوا لها على الصغير هنا هذا ماشي يؤدي المهمه تاعو. على لانه حيوقفها وهي ماهيش عريضه. في حال ما فصلتوها عريضه بزاف هنا لازم ومحتم تستعملوها. لماذا؟ لانه راح توقف لكم اللوبا تاع لاغوب يعني لو كرين حيوقف لكم الجبه تاعكم من التحت وراح يبين لكم كامل هذوك لي بلي ولا لونجولي هذاك وحيعطيكم منظر جميل وراح يعاونكم بزاف بزاف في العطيف يعني يعطيكم تري بون فينيسيون. وعلاش لي مول يخدموا ولا يخيطوا بزاف لو كلوش على بالهم بلي في الدوره كيكونوا يخيطوا في الغلي على بالهم يطيحوا في بلايص طايرين تما هما يخيطوا والقماش يحسوا بلي يتكسل هاوليك هذا ثاني يتكسل. دونك هذا راح يعاونك بزاف في العطيف تاع الغلي اون كلوش. صح كي تفصلوا لا روب دو سواري تاعكم مثلا روب دو سواري اللي فيها لي بانو صح مفصله في الجغرافي يعني سونس شان ولا ميم سونس تران هنايا هذا ماشي يساعدكم دونك سي ايفيتي. وثاني حجب لو كران هذايا عنده اهميه حتشوفوا في الصوره هذه بلي هذا لو كران هذا عنده عده مقاسات انتي والاستعمال تاعك حبيتي ديري غولي رقيق يساعدك هذاك الرقيق كان تقدري تستعمليه في لي جولي تاع لي مونش الا كان لي مونش تاعك جايين اون كلوش في لي دو سواري لي جوب. المهم الابداع راهو راجع ليكم وانتم ما تعرفوا كيف تستعملوه. والاستعمال تاعو الثاني هنا البنات تقدروا تستعملوه في تزيين القبعات لو نو بابيون اللي عندي هذا سي لو كران مخدوم باش يزين قبعه صيفيه ولا ان شابو ديتي تاع الصيف. هنايا الاستعمالات تاعو راهي عديده تقدروا تستعملوهم في لي فورم ستركتوري مثل اشكال وقفه على مستوى الكتف في لوغوب دو سواري لي نو بابيون تزيين لي باريت تاع لي شوفو. المهم الاستعمالات تاعو عديده جدا نتوما والابداع تاعكم نتوما والافكار اللي تجيكم باش تدخلوا هادو لي ماتيغ هذوما يخصوا الكوتي تاع لا ميرسوري في الخياطه تاعكم. دونك ان شاء الله نكون جاوبت على معظم الاسئله اللي جاتني. كاين سؤال برك حبيت نجاوب عليه واحد الاخت قالت لي اسكو كاين كيفاش نخبيه هذا كي نديرو في العطيف. وي نقول لك كاين كيفاش تخبيه في حالة ما هذا اللون مخالف الالوان اللي استعملتيهم هنايا ثاني درتيه لوغوب دو سواري في الزرق بلوغوا ولا في الاخضر ولا وهذا يجي في الغولي من تحت يجي شامت. وخاصه كاين دي موديل يجوا من قدام قصار كلوش قصار ومن الخلف يجوا طوال هذا يبان سي موش ما تقدريش ديري هكا وحده دونك هذا تقدري تغطي. وي كاين يعني على حساب العرض ديالو على حساب العرض ديالو يا تشري الشاش وتفصليهم بيه لازم تاني المادة اللي راح تغطي بها هذا الكرين هذايا لازم تكون هي ثاني اون بيه كيما هو. تفصلي الشاش إذا كان هو عريض هكذا كاين بيه عريض على حساب قد هذه تقدري تستعملي هذاك البيه عريض. وإذا كان أكثر منه ولا أقل منه ولا ماشي متوفر عندكم لو بيه هذا تقدروا تستعملوا الشاش تشلو شاش وتقدر تفصلوهم بوند سي دي بوند هكا اون بيي وتخيطوه كتكمل يعني افيك اون تري بون فينيسيون تكونوا برك متقنين في الفينيسيون وتغطيو به هذا لو كرين هذايا باش هكذا ما يبانلكمش في من تحت لاغوب. ولا تقدروا دوبليو كاريمون لاغوب من تحت دوبليوها باش هكذا ما يبانش كامل. البنات ان شاء الله نكون جاوبت على معظم الاسئله ولا معظم التساؤلات اللي جاتكم فيما يخص الماده هذه. اذا عندكم اسئله واحده اخرى جو سوي لا راح نجاوبكم افيك بليزير. نذكر نقولكم ما تنساوش
تابونيو وتلايكيو وتخلوا لي تعليقات ولا اي اسئله تحتاجوا اني نجاوب عليها. فوالا، وقوكم تهلاو في روحتكم، تلقاو في اعمال قادمه. سلام.